جايزي انا الخاولي ماتي اللي اقول لكم دائما احطه من اركض. هلو جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اليوم اخويا وياي بنروح نشتري لقاط، وطالعين طبعا كلش متاخر. عندنا عرس تقريبا بكندا بعد 3-4 اسابيع. I don't know when هذا الفيديو راح ينزل، so you'll know. وجايز ام سوري، الاسبوع اللي فات ما قدرت انزل ولا شيء بصراحه. نفسيتي كانت كلش تعبانه ويا اللي كان يصير بالعراق، بس الحمد لله الاسبوع هذا نفسيتي شويه احسن، الاوضاع شويه هدات. هسه لازم ننطلق للمحل اللي راح نشتري من عنده القوط، ولحد هسه ما نعرف لا لون ولا اي شيء. حاط ببالك اي لون؟ اسود؟ اسود او رصاصي؟ انت عندك واحد اسود. اتوقع رصاصي، بس ما اعرف شنو الرصاصي، ما اعرف اي لون. رصاصي حلو، خلينا نشوف شنو عندهم. يب طبعا وصلنا، خلينا ننزل نشوف شنو عندهم قوطة اليوم. فاتحين هاي حلوة، رصاصي مثل ما تريد، بس هذا رصاصي طوخ. Whatever. اي واحد يعجبك قاعد اخذه، بس اصور قاعد مو اسود. انا عجبني اللي كان هذا اكثر واحد عجبني. لا مال عرس، ليش مو مال عرس؟ ايش رايكم؟ انا حبيته. سعلي راح يجرب هاي السوت، خلينا نشوف شو راح تطلع. انا بصراحه عجبني شكلها، عجبني لونها، والقصه مالتها حلوه. علي هاي هم حلوه، هذا اللون كلش حلو. شو رايك هذا اللون؟ لا لا صغيره، اي صغيره. وعلى الردانه cross your arms. كلش كبير. وهو لازم يكسروا الهيا. But like not too tight. It's gonna be look like this, right? Yeah, all this, you're gonna get rid of all of this messing. الله أريد هاي المراية ببيتي guys. Wow. طبعاً اليوم جربت الايلاينر مال ليدي غاغا، مو طبيعي ايش قد دارك، ما تتخيلون ايش بسرعة اشتغل علي. طبعاً هيك وصيتها من امازون، واني 24 ساعة اشتري اشياء امازون، فقلت خلي اجرب، اذا ما حلو عود ارجعه. حبيت الشكل مال الايلاينر، انت تشوفون I feel like it's so dark، وبسرعة نشف، ما ادري حبيته. خلص هسه راح نروح نوصل. شو شوفني؟ تشرب اوي كبار ايش كده حلو تيهته. بس والله خلصنا بسرعه. I'm so proud of you. وكلش قصتهم حلوه. اريد اقول اني انقطعت، بس لا ما انقطعت. ما انقطعت والله، ما انقطعت، طلعت ربحان. جايز طبعا هاي الأغنية ما صديق علي، صديقنا هو مسويها. He's so good والله. راح ينزل بعد، بس انتظروا راح ينزل بعد. Check him out. هو كم لغة يحكي؟ فرنسي، اسبانيش، انجلش، يريد يتعلم عربي وايطالي يحكي. سو يحكي اربع لغات. يس بيرفكت يحكيهم والله زين. طبعا اكو كافيه هنا اسمه سيفون، right? سايفن. سايفن دائما نجيب اني وعلي، لان القهوه مالتهم كلش طيبه وكلش فرش. يجعصون ال صدق؟
هذا المكان. سايبين يلا علي منزل. هاي فوز زد صار ايش يسدون الخمسة؟ يعني هسه راح يسدون. مش نروح نختار لنا غير مكان نقعد بيه؟ رحت تطلبوا كابتشينو. قديمة مو؟ لا جديدة وهيج شكلها. تقولين ناكل وين؟ راحت البنية؟ إيه خلي نروح. هلا وعني هيجي دام شي جايز. وأخيرا فراغ مكان حتى نقعد بيه. وأنا الكابتشينو ماتي دائما أشربها ويا almond milk. علي يشرب ويا ملك عادي. هاي اللي وراي يمكن راح تقتلني يا أما أني أبطل تصوير. تحس هذا الشيء صح؟ ما أدري ليش العالم مثلا من سمودة نصور؟ ما أدري أحس العالم راح تباوع تقول ليش؟ أو مثلا إيه يعني دي باعون ليش قاعدة تصورين؟ ما أدري يعني. وصلنا إحنا هسه بعالم العالم كله لازم تليفوناتها تصور you know؟ فلازم يتعودون عن هذا الشيء. بس أصور بس تعتمد على المكان. هيوستن ما بيها كوما عالم تصور كلش قليل. صح بنيويورك والله كوما كلها شايلة تليفوناتها وتمشي. بس بهيوستن شوية غريبة فالعالم تباوع انه بنظرة انه ليش تصورون. انت منو؟ انت شنو؟ ما تاخذ صور نفسك؟ وين؟ لا هذا الشارع يجي بس نتمشى. تعال خلينا نشوف. طبعا هذا الشارع كلش حلو فدا اقول لعلي خلينا نتمشى وناخذ صور بيه لان هيك عبال كلش قديم ما ادري والبنايات ملونه كل بنايه لون ما ادري. انا احب هيك شيء لان كلش قليل اكو هيك بهيوستن. يعني هيوستن اكثرها اعمار وكل البيوت تقريبا نفس الشكل. باعوا هاي المنطقه كلش حبيت هذا الشيء. خلينا نصور. جينا أنا وعلي أخذنا صور. طبعاً هسه الدنيا قامت تغيم شوية. تغيم يعني تصير الدنيا ليل. فأجينا أنا وعلي شوية نتمشى هنا هذا الشارع كليته يبيع هدوم فينتج. فأجينا نشوف شكو ماكو. وستهايمر مونتروز يس. ما أعرف ساعة بيش يسدون طبعاً. بس كلش احب هذا الشارع لان كليته هيك اشياء فينتج اشياء غريبه يعني ما راح تشوفوها بغير مكان ثاني. هسه نشوفكم شكو ماكو. هذا اول محل. هذا المحل كلش احبه اسمه لوفي. هذا كلش احبه هدومه هيك كلش غريبه. I like it. طبعا اجينا على جوسلاند. فتشي رايحة مش قد حلو. وصل السمودي. كوش طيب. علي قاعد ينزل صورة ملتهي. بعد السمة مش قد حلوة ورانا والله. بالصورة. علي انت بعدك حاير بالصورة؟ لو نزلت ليش؟ واحد
That's okay. Thinking about a caption. طبعا احنا بدنا نستخدم اللايتنج مال الستور. بعرف شلون انهي وياكم الفيديو بصراحه بس خلاص هذا اليوم. لا 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 دقيقه. وذاتس ات جايز. احبكم كل شويه واشوفكم على المره الجايه. علي تعال انت ما تقولها. احبكم كل شويه اشوفكم على المره الجايه. مره ثانيه. جايز احبكم كل شويه اشوفكم على الجايات. نو مو بكيفك تغير مالتي. احبكم كل شويه واشوفكم على المره الجايه. اوكي جايز احبكم كل شويه اشوفكم على المره الجايه.